تو تتبعوا فينا في موش تصبح على غاديو ميد، مازالت تقريبا اكثر شويه من ربع ساعه. دونك نعاودوا نذكركم ونقول لكم العباد اللي ما شاركتش في الجوت شارك وتربح معنا الكادو اللي اعلن عليه منذ بدايه موش تصبح لليوم. المهم احترموا ليزيتاب الكل الموجودين. سينو نمشيو لدورتنا اليوميه في اهم الاخبار اللي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي تسويت في تبع الجره. تبع الجره نبداو تبع الجرة لليوم بطبيعة. خلينا نبداو بالتصويرة اليوم، التصويرة اللي دارت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من أمس. ظهر لي مثمش كون حل الفيسبوك متاعو وشفناش تصويرة قيس سعيد وقهوة قيس سعيد في المقهى الشعبي اللي تم تداولها وبرتجوها برشا عباد البارح اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. اختلفت الآراء بين العباد اللي شافتها حاجة باهية وبين العباد اللي شافتها ربما شعبوية. دونك الاختلاف لهنا مقبول بطبيعة وكل واحد ورايه. ثم العباد اللي قالت مازال رغم أنه تم انتخاب رئيس جمهورية مازال بالتواضع متاعه، مازال يعيش في حياته اليومية العادية اللي مستانس يعيش فيها كل يوم، وقت اللي يخرج من داره يمشي يعمل قهوته كيما كل مغلب تقريبا رجال تونس، يخرج الصباح من دار قبل ما يمشي للخدمة يتعدى يعمل القهوة متاعه في القهوة. سينو زاد ثم عبيد أخرين قالت اللي هذايا يجي في إطار الشعبوية وما ثماش علاش باش نعملوا هكا، وليت المقارنة ولا العباد يخرجوا في تصاور السياسيين اللي كانوا غابطوا تصورهم قبل في الحملات الانتخابية اللي هما مشاو للقهاوي ويشربوا في قهوتهم في المقاهي الشعبية، وبدأت المقارنة. دونك التصويرة عملت البوز وعملت الاختلاف، واحنا واحسن حاجه في تونس لازم فما اختلاف فوالا لازم نقبلوا امبوسيبل حاجه تلقى فيها الناس كل بوغ ولا ناس كل كونتر. جوستومون لازم تلقى البوغ والكونتر في كل شيء يعني، وذاك اللي حرحرها الحكايه وذاك اللي خلينا احنا تونس مختلفين، نحبوا البوغ ونحبوا الكونتر، نحب اللي ينقدوا ونحبوا اللي يستحسنوا. واحسن حاجه في الدنيا هي الاختلاف، خاطر فرد صوت وحاجه الباهته كيما تشوف انت تصويره فكيبدا فيها لون واحد تبدا لونها باهت. كي تبدا تلقى تصويره ولا فوتو فيها برشا الوان تلقاها منعشه هكا فيها روح وفيها حاجه جديده. دونك المهم اهم حاجه نحترموا الاختلاف. اعيشكم راهو بالاختلاف هذيك احنا باش حاسدين العباد اللي برا وباش البلدان اللي برا معناها تغزر لتونس ومتمنيه تكون كيما تونس على خاطر عندنا الاختلاف، خاطرنا نجموا نعبروا نكونوا معاه ولا نكونوا كونتر من غير ما نخاف ولا نكون عندنا معناها نخافوش انه بعد شو يصير عقاب والا حاجات ضدنا. دونك خلينا نعبروا احنا ذي مكسب لرواحنا اللي مع التصويره واللي بوغ واللي شافها شعبويه وشافها حاجه رمزيه. دونك هذيك الحاجه الحلوه هذه التصويره اللي عملت البوز. ثم برشا زاد كيف البارح الصور، وكنا حكينا البارح سحروره على حملة النظافة اللي صارت، زيادة كيف تصور البارح عملوا البوز. أنا واحدة من الناس سألت كما سألوا مغلب التونس البارح على الفيسبوك ماذا يحدث في تونس، شنو اللي صاير. في يوم وليلة قمنا نلقاو الشباب التونسي الكل مشارك في حملات، وقتاش نظمت الحملات هذه شنو اللي صار فجأة يخي ولينا عنا الوعي. هو راه باش نكونوا احنا عادلين في الموضوع هذايا، حملات النظافة راه المجتمع المدني قاعد يقوم بها يوميا في كامل العام قبل الحملة هذه وقبل النتائج نتاع الانتخابات، وإحنا كنا في كل مرة سحرونا نحكيو على المجتمع المدني يقوم بالحملات نتاع النظافة، ولكن بتيتخ ما خذتش الصدى وما خذتش الانتشار الكبير كما شفناه في الحملة اللي انطلقت من أمس والولامس، وشفنا المشاركة واسعة صغير الكبير مختلف التوجهات الدينية مختلف التوجهات السياسية، العباد الكل شاركت في الحملة نتاع النظافة هذه. البارح حكينا على حملة النظافة ما نزيدوش لكن البارح زاد في الليل ظهرت حملات أخرى ما بيناتهم. الحملة كان شفت سحورة متاع المطالعة كل واحد شاد كتاب في قهوة، الناس ما عادش ولات قدام قهوة اللي شاد كتاب يصبحها في شاني يرقدها في شاني يصبحها في شاني. أنا والله لتوا نسأل شنو اللي صاير وشنو اللي قاعد يصير في تونس. ما أنا بيدي بتدخ محلل نفسي نجم يعطي تفسير اللي قاعد يصير، محلل اجتماعي ينجم يعطي تفسير. أنا مش قانونة، العباد الكل شادة كتب في القهوة، ما عادش تطرح الرامي، ما عادش الشكبة وغيرها، ولا شاد كتاب في قهوة ويقرا فيه. حاجة أخرى زادة كيف قاعدين نشوفوا توا في بارتاجيو فيهم على الجروبات وعلى الباج فيسبوك، الباج فيسبوك الكل، مطلب اقتراح من عند برشا عباد من تونس ومن خارج، أهم حاجة من خارج تونس، مطلب اقتراح نقل مكتب تويتر
من دبي لتونس. لتونس شيء ما هو هذا قاعد يجي بعد الهاشتاج متاع تشين ذيك اللي ثم اقتراحات البارح تقدمت. وهو المشكلة أنه ما تنجمش تتابع كل شيء، برشا برشا حاجات في عوض الاب. احنا ما نذكروا الاب هذيك اللي جات في الجروبات تاع كي تضيع حاجه ولا كي عبد يحب يوصل حاجه تحط له كومنتير تحته اب اب باش تنتشر الحكايه. قالوا لك تبدلوا الاب هذيا بتونيزي فوالا بال 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 بتون، والهاشتاج نتاع تون هذيا قاعده زاده كيف كيف تنتشر بالكدا بالكدا بالكدا، وتلقى صدى كبير عند العباد اللي في تونس وخارج تونس. ولا كانه ماشي الهاشتاج تون باش يولي رمز من معناها كما شفنا احنا صارت في برشا حملات، مثلا تم اطلاق حملات مختلفه بالهاشتاج، والهاشتاج هذايا تعبر على نوعيه معينه نتاع معناها مطالب ولا حاجه. دونك ماشي ابارامون الهاشتاج تون مع الخدمه اللي قاعده تخدم على لي ريزو سوسيو باش تولي رمز، ورمز بوكوا نو لل بوكوا با للحريه، معناها اليوم هاشتاج تنجم تعبر على حاجه، تنجم تطلق اي حمله في اطار الدعم. انا مازلت نسال، سالت الروح كتي البارح صحيرة ماذا يحدث؟ اين انا؟ قال وين ويت يعني؟ ثم واحد هبط استاتيو قال خايف على روحي غدوه الصباح نقوم نلقى روحي جابوني، معناها تلمو بالوعي نتاع العباد. وين باش تقوم نلقى روحي؟ معناها كي انتم باش تقوم انت زيد تجبد عينيك انا اش نعمل؟ دونك لدرجه الوعي الكبيره. ايها اليابانيون نحن قادمون. هذه مش قادمون برك، ان شاء الله يكمل الوعي هذا، ان شاء الله يا ربي العباد الكل تتكمل في طريقه الوعي هذه. ما نلقاوش اليوم الحاجه منظفه وغدوه نلقاو البوبيله ملوحه، ولا نرجعوا للسلوك الغير حضاري العادي. نكملوا بين صدى كيف كيف الحملات اللي تم اطلاقها مؤخرا في علاقه صدى كيف كيف قالك بعض الحمله نتاع النظافه. علاش لا ما نطلقوش حمله هاشتاج استهلك تونسي؟ وبطبيعه الهاشتاج استهلك تونسي 619 اللي هو الرمز الكود نتاع اي حاجه تحب تشريها باش تعرف اللي هي تونسيه ولا مش تونسيه، لازم تشوف الكود نتاعها من الاول اللي هو 619. هذه على اساس ان الحمله باش يتم اطلاقها بعد الحمله نتاع النظر. يقولي اطلاقها خاطر اطلقت قبل هي استهلك تونسي. هي تو اللي خلينا عاد تو احنا تو فيما بعد الانتخابات. ثم مرحله جديده فيما بعد الانتخابات، دونك هذه الحمله المنتظره ما نعرفش كان يمشوا فيها مواقع التواصل. ان شاء الله خاطر هذه بالذات حتى حمله النظافه بطبيعه عندها تاثير كبير، ولكن خاصه الحمله هذه نتاع استهلك تونسي باش يكون عندها صدى معناها اجتماعي وخاصه اقتصادي. راهو مهم برشا باش نستهلك التونسي، لانه باش يكون عندها تاثير فيما بعد على الاقتصاد التونسي، معناها تاثيرها ربما اقوى حتى من حمله النظافه. ان شاء الله يكملوا فيها. سينو زاده كيف كيف من الحملات الحلوه برشا اللي تم اطلاقها، وانا واحده من الناس بطبيعه نتبناها برشا، حملة أنا زادة اللي هو شعار متاع الحملة تم إطلاقه مؤخرا من مجموعة من التونسيات على مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف منه تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة التحرش والمطالبة بالتصدي لها من خلال نشر تدوينات وتغريدات وقصص حقيقية صارت لمجموعة من النساء فيما يتعلق بموضوع التحرش هذه. الحملة هذه أنا زادة انطلقت في إطار ردود الفعل اللي جات بعد بطبيعة الواقعة متاع التحرش الجنسي والتجاهر، والا التهمه مبدئيا نتاع التحرش الجنسي والتجاهر من في الحياه من قبل احد الفائزين في الانتخابات التشريعيه، للمطالبه بمسانده المراه هذه ضحيه التحرش والحث على ضروره كشف الموضوع كاملا شنو اللي فيه. الحمله كما قلنا معناها مسانده للناس اللي تعرضت هذوما، والاهم من هذا الكل انه في الحمله هذه سحر ثم قاعد يصير عباد معناها فتيات ونساء تم التعرض للتحرش قاعدين يحكيوا على القصص نتاعهم، وهذه راهم ماهوش ساهل بالكل بالكل بالكل، لانه في الموضوع هذا ديما الضحيه تخاف تقول لك انا نكون ضحيه بعد نولي انا معناها متهمه، نقدم قصتي بعد نولي منعوته كما احنا نقولوا بالصبع. دونك لازم مرأة باش تخرج اللي هي تعرضت للاغتصاب والى تحرش تتطلب جراه كبيره كبيره. انا نحيي كل مرأة تخرج تحكي على التجربه نتاعها هذيا. وشفنا احنا ديجا هاشتاج نتاع لمنهض التحرش والاغتصاب والعنف ضد المراه، شفناه خاصه في ما عادش كان عندك اطلاع عليها سحروره في الهاشتاج على اللي صارت وقتها تومي اللي صارت في لنجوم هوليود في القضيه المتعلقه بالمخرج اللي كان يتعرض الى او يمارس التحرش الجنسي على الممثلات.
اللي يشاركوا معاه في الأفلام، وخرجت الحكاية وشفنا وقتها كيفاش في مهرجان كان الفنانات الكل لبسوا فساتين كحلة باش يعبروا على مشاركتهم وتبنيهم للهاشتاج هذايا هاشتاج تومي، معناها انا زاد كيف انا زاد تعرضت للتحرش هذايا، وشفنا الحمله الكبيره اللي صارت على المخرج هذايا والمسانده الكامله للفنانات والممثلات اللي تعرضوا للتحرش من السيد هذايا من المخرج هذايا. دونك الحمله هذه تنجم تزيد تكبر في تونس وتنجم تعطي معناها فرصه لبرشا النساء ضحيه التحرش باش يحلوا قلوبهم ويحكيوا على المشاكل نتاعهم وعلى اللي تعرضوا له باش يتحاسب الشخص هذايا، لانه كان خبيه ونسكتوا عليه راهو الظاهره معناها تنتشر اكثر، والشخص اللي مارس التحرش يبدا يتخبى وراه السكوت هذا نتاع الضحيه دونك يكمل في الطريق نتاعو. انا بطبيعه مسانده اولى ومسانده لا مشروطه للحمله هذه هاشتاغ انا زاد فوالا. تحرور وي مرايك انت بيان سور انا انت تسند انا نسند.